أركان التحضيرات استوفت شروطها منذ حوالي أسبوع بالنسبة للإذاعة الجزائرية، يعني كل الاستعداد على أتمه لاستقبال المترشحين من أحزاب وقائم حرة، وعملية التسجيل انطلقت منذ 2 في الشهر هذا تحضيرا لانطلاق العملية الرسمية يوم الخميس 4 نوفمبر، حيث يبدأ البث الرسمي لما سجلناه خلال هذين اليومين. وإحنا الإذاعة كعادتها يعني استوفت كما قلت لك كل الشروط، عندنا طاقم تقني مؤهل لتطبيق هذه العملية، كذلك طاقم يعني مراقب من صحفيين ذو خبرة، وكذلك طاقم تأطير بالنسبة لفريق الإذاعة. نستقبل الضيوف في قاعة كذلك مجهزة، حضرنا حوالي 3 استديوهات لعملية التسجيل حتى يعني نستطيع أن نستقبل كل الذين يأتون من أحزاب وقائم حرة. العملية تسير على أحسن ما يرام، جهزنا تقنيا واستعدادات من كل النواحي على أتمها. الآن يوم الخميس إن شاء الله يبدأ البث الرسمي ونحن على أتم استعداد القنوات بالنسبة للقنوات الأولى والثانية والثالثة، قناة الثقافية وكذلك جيل فام، هذو اللي راهن يسجلوا هنا في المركزية، باقي التسجيلات تكون على مستوى الإذاعات المحلية كل في ولايته.